مركز جروب المعلومات والحواسب. المركز ده انا بوصف اللي انا مسؤول يعني احد اعضاءه واشرف ذلك هو مركز التميز العلمي. المركز بيدير المكان بتاعه من خلال التعاون مع 18 شركه في التخصصات المختلفه. فلينا رؤيه جوه الوزاره، هي الرؤيه بتاعتنا ان كل انتاج حجمي مؤسسه صناعيه متطوره تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قوات المسلحه كمرحله اولى او اساسيه، يعني حريص على تحقيق قيمه مضافه للاقتصاد المصري ومشاركه في المشروعات القوميه والتنمويه في اطار استراتيجيه الدوله 2030. الرساله بتاعتنا ان الوزاره بتاعتنا تعمل على تلبيه متطلبات القوات المسلحه والمساهمه في تحقيق التنميه المستدامه والمشاركه في تنفيذ المشروعات الصناعيه والتنمويه القوميه اعتمادا على الامكانيات التكنولوجيه والتصنيعيه والبشريه المتميزه في اطار منظومه تؤمن بالتحدي وتكافؤ الفرص. عندنا تسع شركات في مجال الاسلحه المختلفه ومنظومه التسليح، عندنا اربع شركات في مجال المتفجرات والوقود الصاروخي، عندنا شركتين في مجال الصناعه والانواع سواء منتجات حديديه وغير حديديه، عندنا شركتين خاصين بالاجهزه الالكترونيه المختلفه، عندنا شركه حديث شغاله في مجال انشاءات المولات والمشروعات الهندسيه. الهدف بتاعتنا هو ان احنا بنعمل على توطين وامتلاك تكنولوجيات تصنيع مكونات محطه، احنا بنتكلم عن البرزنتيشن بتاعنا خاص بالتحليه ومعالجه المياه، فاحنا بنمتلك في الجزء بتاعنا ان احنا بنوطن تكنولوجيات تصنيع مكونات محطات تحليه المياه، وان احنا الغرض الاساسي منه هو تقليل تكلفه انشاء محطات التحليه بما يسمح في الوقوف تخفيض تكلفه انتاج المتر المكعب من المياه المحلاه. الثاني ثالث حاجه ان احنا بنعمل تامين لوجستي لمحطات التحليه. كمان من ضمن اهدافنا ان احنا نعمل تعميق التصنيع المحلي، وده هيبان من ضمن جزء من البرزنتيشن اللي انا هعرضها، من خلال التصنيع المشترك بالتعاون مع شريك اجنبي او شريك محلي. بنشتغل كمان في جزء منه بالهندسه العكسيه، لو احنا حتى في احد المحطات وعايزين نعمل لها ريفرس انجينير، بنسعى جاهدين لامتلاك تكنولوجيات وطنيه لتصنيع المكونات، وخاصه الجزء الخاص بالتحليه سواء الهيكل الشربان او الارقو ميمبرين. وكمان من خلال الفرص بتاعتنا بنستحدث وتطور التكنولوجيات الوطنيه لعمليات التحليل. احنا عندنا البرزنتيشن بتاعنا قائم على ثلاث اجزاء، الجزء الاولاني ان احنا عندنا شركه اهل الصناعات الكيماويه، ودي شركه رائده في الجزء الخاص بمحطات التحليه او محطات معالجه المياه الصرف الصحي او الصرف الصناعي او المحطات المتنقله الخاصه بالحديد معالجه الحديد والمنجنيز. وشركتها يعني شركه موجوده لفتره طويله جدا وتمتلك كل شهادات الجوده 9001 و14001 و18001 في مجال تصميم وانتاج وحدات معالجه المياه بانواعها المختلفه. واحنا الفتره اللي فاتت كمان تم اسناد جزء كبير جدا من المحطات على مستوى الجمهوريه لينا من الامر البشري بناء على خبره سابقه لينا كشركه او بناء على سابقه الاعمال اللي تم تنفيذها بكفاءه. شركه اهل نفذت كل على مستوى الجمهوريه، نفذت تقريبا جزء كبير جدا من محطاتها وتغطي محطات الجمهوريه كلها بدايه من الصعيد انتقالا بالجيزه ومنطقه الدلتا. كمان بيشتغل اهل في مجال تنفيذ محطات الصرف الصحي بدايه من 500 متر مكعب يوم لحد 35000 متر مكعب يوم، وبتتعاون مع جهات خارجيه وشركات رائده ذلك. ودي احد الصور لبعض المحطات سواء محطه تحليه او محطه معالجه الصرف الصحي. وكمان المركز عندنا بقى مركز التميز العلمي، ومركز التميز العلمي هو بوابه التعاون مع الشركات الخاصه او التعاون مع الجهات البحثيه. ومركز التميز العلمي باسمه ان هو يعني واجهه بحثيه صناعيه في نفس الوقت، وله اد فاليو انه يقدر يتعاون مع الشركات اللي بره، وفي نفس الوقت بيقدر يتعاون مع الشركات الموجوده جوه الوزاره. فاحنا بنتعاون مع اكاديميه البحث العلمي في نقل المخرجات الاكاديميه من بروتوتايب لشكل تصنيع ينزل في السوق ويتعمل. والموضوع ده احنا عندنا ثلاث موضوعات مع اكاديميه البحث العلمي نفذناهم بشكل فريد وبشكل جديد، هو ان احنا عملنا بروتوكول تعاون مع الاكاديميه عشان هي مسؤول ملكيه مشتركه للاكاديميه اللي هي الراعيه وهي المموله، وعملنا بروتوكول تعاون مع البي اي بتاع البروجكت عشان نحفظ الملكيه الفكريه بتاعته وحقه كباحث رئيسي. ومن ضمن الثلاث مشروعات اللي احنا بدانا بيهم كمرحله اولى وان شاء الله رب العالمين في خلال ثلاث اربع شهور هيكون المنتج نازل موجود في السوق،
هي تصنيع العجلة الصناعية الأولى لمحطة المياه المتنقلة تعمل بالطاقة الشمسية سعتها 4 متر مكعب يوم للمناطق النائية. الوحدة الثانية هي وحدة التنقل العكسي اللي بتعمل برضه بالطاقة الشمسية بقدرتها 21 متر مكعب يوم. الجزء الثالث هو مضخة عالية الضغط أو الهيكل الشربان قدرتها 11 متر مكعب يوم. دي الأول صورة لمحطة ال 4 متر مكعب. احنا بنعملها بالتعاون مع مركز تطوير المشروعات والبحوث العلمية، ده البحث الرئيسي بيننا وبين الأكاديمية. والموضوع ده موجود في شركة ذهب لأحد اللي احنا بنتكلم عليها، لأحد القطاع الصناعية معانا المتخصصة في مجال معالجة المياه. وفي خلال 3 شهور احنا دورنا في الموضوع ده إن احنا مش نعمل العائلة التجارية فقط، لا احنا كمان نعمل المانيفاكتشر داتا باكج والتكنيكال داتا باكج للبروجكت، بحيث إن احنا بعد كده نقدر نعامل ونطلع العائلات بصفة مستمرة. دي محطة التحلية الساعة 21 متر مكعب يوم للمناطق النائية، ودي احنا بنعملها بتعاون مع مركز تخصص الصحراء والبحث الرئيسي بتعاون مع الأكاديمية كطرف ثالث، وبرضه الإعدادات الرصاصة التكنولوجيا موجودة مع مصنع 270 حجمي. دي الهايب بيشر بامب، ودي اللي بنعملها بتعاون مع الجامعة البريطانية للبحث الرئيسي، ودي بتصنع في مصنع 300 حجمي لمصنع أو شركة توزيع للصناعات المتخصصة. كمان احنا بنتعاون مع مركز القوم للبحوث في نقل المخرجات البحثية لمركز الصناعة الخاصة بعملية التحلية. فعندنا 3 موضوعات. الموضوع الأول هو الإنتاج الفلات الآلية المغلقة والبلور فايبر ممبرين الخاصة بعملية الديسلميشن. الجزء الثاني هي وحدة التقطير الغشائي لتحلية المياه. الجزء الثالث هو إنتاج الغشاء المسطحة والفلات الدومية على مستوى المنصة الصناعي لتحلية المياه وعلى المياه الصرف الصحي والصرف الصناعي. بعد كده احنا معانا كمان احنا بنتعاون مع الجهات الخارجيه زي احد الشركات الخاصه الشركه الرائده اللي شركه اي دبليو تي. والشركه هنا قدمت لنا نموذج زد ال دي او زيرو ليكويد ديسشارج، واحنا بدانا مباشره بان احنا عملنا نموذجين للمحطات دي في قاعده محمد الجيلي العسكريه، واحده فيهم خاصه بمعالجه مياه الصرف الصحي المعالج في السبب ومعالجته السنيه لاغراض الزراعه، والمحطة الثانية هي محطة معالجة مياه الصرف الزراعي ومحطة ترعة الحمام لأغراض الزراعة. واحنا وصلنا المية الخارجة من المحطتين من محطة الصرف الزراعي لمحطة ترعة الحمام جودتها طلعت مطابقة لمياه الشرب كمان. الغرض الأساسي في إن احنا عملنا المحطتين دول إن احنا نعمل بروف كونسبت، نبدأ عملية التعميم، واحنا حاليا شغالين فعلا مع وزارة الإسكان وهيئة مياه الشرب إن احنا نعمل مخرجات البحثين دول. احنا بنتعاون برضه مع الجامعات والاكاديميات زي جامعه زويل ان احنا عندنا مشاكل فعليه موجوده في المراكز في الشركات بتاعتنا. يعني عندنا مثلا مشكله زي الخارج بتاع الميه موجود في مصنع 18 ملوث بالسيانيد، فازاي تقدر تتخلص، ازاي تعمل تريتمنت للميه وتخلصها من السيانيد المتراكم فيها وتعيد استخدام الميه مره ثانيه. فاحنا بنتعاون مع مصر مع جامعه زويل في حل المشكله دي، وواخدين وعملنا فعلا اتاح عمليه ليها كبحث مشترك من الجهتين، وبيقولوا جامعه زويل لحل هذه المشكله بعيدا بقى عن ان في مشكله كمان موجوده في مصنع 18 زي سبب القطن اللي موجود ونشوف بدائل ليه. دي صوره للمحطه بتاعت زيرو ليكويد ديسشارج، ده نموذج البروتوتايب اللي احنا عملنا عليه الشغل اللي موجود في قاعده محمد نجيب بالتعاون مع شركه اي دي دبليو تي. كمان احنا بنطلب ترشيد المياه والريسايكلينج، بنتعاون مع مركز تطوير المشروعات في فكره جديده هي فكره الجري ووتر. والجري ووتر هي خارج الميه اللي خارج من البيت ما على الصرف الصحي، يعني اي ميه غير ملوثه في الصرف الصحي بنسميها جري ووتر، زي خارج الدش، خارج الحوض، المطبخ، خارج الاحواض العاديه بنسميها جري ووتر. في معالجتها دي خارجها في البيت حوالي 70% ومعالجتها اقل من 60% من ميه الصرف الصحي. فاحنا بنبنى عليها بالتعاون مع بالنموذج ده، النموذج ده موجود مع بنعمله عشان خاطر نطلع ميه لاغراض الزراعه ممكن يعاد تدوير المياه بالسلامه في تطبيقات داخليه في صناديق اطارات. احنا بالفعل عملنا نموذج وهنبرمجه ان شاء الله رب العالمين تشوفوه، ان احنا عندنا مستشفى المركز الطبي بتاع التخصص اللي موجود في حلوان، احنا بننشئ دلوقتي نموذج هناك عشان يعالج مياه المستشفى لإعادة استخدامها داخل المستشفى تاني. كمان احنا عملنا نموذج عندنا في المركز المعالج المياه المركز لإغراض الزراعة، وحاليا بنحاول نسوق المنتج ونعمله في محافظة الإسكندرية،
وفي عرض قدمناه فعلا لشركه ميه الشرب وصرف الصحه الاسكندريه وكان المد فيه. دي حاجه احنا بنفتخر بيها بصراحه على جانب تكليف رئاسه الجمهوريه ان احنا نعمل بعد المرور على مراكز الغسيل الكلوي لان في مشاكل في المياه المنتجه اللي بيستخدمها المريض في محطات الغسيل الكلوي. فجانب تكليف بالتنسيق ما بين سياده الوزير وسياده الوزيره وزيره الصحه ان احنا نعمل بحث جديد ان احنا ننشئ وحده تنقيه المياه لاغراض الغسيل الكلوي. احنا فعلا في خلال 4 شهور خدنا الفكره تبنيناها وعملنا النموذج الاولي اللي احنا بنقر به حاليا دلوقتي اللي هي وحده تصميم وتنفيذ من وزاره الانتاج الحربي لوحده توقيت ومعالجه المياه لاغراض الغسيل الكلوي عشان يتم تعميمها بعد كده في كل المراكز الطبيه الخاصه بالغسيل الكلوي ووزاره الصحه. احنا كمان في من دور الوزاره ان احنا بنتعاون مع الجهات الكبيره بغرض توطين التكنولوجيا. فاحنا بنتعاون من خلال ثلاث تحالفات قوميه عشان خاطر واحد فيهم خاص بتحليه المياه. ده بيقوده مركز تخصص الصحه بغرض تكوين المكونات الاساسيه لمحطات المياه اللي هي الهاي بريشر بام والار او ميمبرين. واحنا فعلا في مراحل نهائيه دلوقتي من الموضوع ده. عندنا تاني التحالف اللي بعد كده ده انتجنا اول ميمبرين لف بخط الميمبرين اللي اتلف دي من المخرجات بتاع المشروع البحثي او التحالف القومي اللي عمل معرفه تحليه المياه. تم استخدامه في محطات الصرف الصحي في محطات معالجه محطات التحليه الخاصه بالهيئه القوميه للشرب. يعني قديم سنه كده وبنحاول نجرب لغايه. عندنا كمان في التحالف القومي في مجال الالكترونيات احنا نجح المركز بمجموعه من علماء مصر الموجودين في اكثر من مكان ان احنا نحول العداد العادي لعداد سمارت ميتر ومنهم العداد بتاع الميه. وعملنا تجربه على 106 عداد في منطقه الشيخ زايد وقدرنا ننقل فعلا كل الداتا الموجوده على الشبكه كمنظومه ونحاول نعمل المخرج بتاعه دلوقتي ان يبقى عندنا سمارت ميتر قائم على البنيه التحتيه للاعداد اللي موجود في مصر. مش بس ان احنا نستبدل الاعداد، لا احنا هنرفع كفاءه الاعداد اللي موجود حاليا ونحوله من اعداد ميكانيكي لاعداد سمارت. والكلام ده بيشتغل على 3 اعداد مش اعداد الميه بس، لاعداد الكهرباء وعداد الغاز. عندنا كمان تحرك جديد تم اطلاق اسمه واشتغلنا فيه دلوقتي من شهر 1 هو الثوره الصناعيه الرابعه والثوره الرقميه. ومن ضمن ال3 مشروعات اللي احنا تبنيناهم ضمن البروجكت هو ان احنا هنعمل منظومه مياه ال3 بروجكتس. منظومه المياه هنا هتبقى هنعمل شبكه معلوماتيه قائمه على الحفاظ على كل نقطه ميه ان يبقى من ضمن المخرجات البروجكت ده ان احنا هنعمل كنترول على نفترض مثلا ان في شبكه ميه موجوده هنا وفي حنفيه كسرت او ماسوره اتكسرت في امر كنترول مباشر يعمل شت داون على كل حاجه موجوده ويقدر يعمل كنترول حسب الاستهلاك لكل نقطه موجوده. مش هننسى طبعا ان احنا من ضمن وجودنا هو تشييد الاستهلاك. عندنا شركه رائده شركه المسار الصناعات الهندسيه بتقدم موفر المياه الذكي. وموفر المياه الذكي هو بصراحه يعني حاجه جميله جدا انه بيقدر يحول الاستهلاك العادي والشخص في البيت ما بيحسش فيه اللي بيحاول لو انت حضرتك على حوض الحمام حوض الحمام العادي الانتاجيه بتاعته من 12 لتر في الدقيقه وده مستهلك جدا. فباستخدام الموفر الجديد الانتاجيه بتاعته 3 لتر في الدقيقه وحوض المطبخ 16 لتر في الدقيقه. فالموفر الجديد بتاعها بينتج الانتاجيه بتاعته 6-8 لتر في الدقيقه وهكذا. كل القطع دي سهله التركيب سهله المتواجده ان ستوك يعني مجرد مع اي توريد احنا جاهزين نورد. وكمان لو في حاله بندي كتالوج ازاي الناس تشغل وتركب وتصيد. انا شاكر جدا لحضراتكم و الآن كلمت السيد الأستاذ الدكتور أحمد جابر أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة.